تحية صحة والعافية لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما صباح السبت هو صباح خاص بالأسرة في مساحات مختلفة. نتحدث عن الصحة وعن الثقافة، ونتحدث في جوانب عن التعليم، ويبقى التعليم هو الأساس، ودائما هي طرائق مختلفة للتعلم وللتعليم، ومسرح العرائس واحد من هذه الطرق، سنتحدث عنه بعد هذه المادة. ازيكم يا أحباب، ازيكم يا أصحاب، أهل حكواتي جاي أحكي الحكاية لأي واحد فيكم بحب القراية، ولأي واحد فيكم يحفظ الحكاية. مستعدين؟ خلاص أنتم مستعدين. أهيا أصحاب، حكاية الليلة عن قرد وفيل والثعلب، لكن الحكاية شكلها كيف يا أصحاب؟ الثعلب كان طالع فوق قاعد في الشجرة، والقرد والفيل قاعدين تحت الشجرة لكن ما شايفين الثعلب، لكن الثعلب شايفه. قام الفيل قال للقرد: انت عارف يا قرد، انا عندي معاك اتفاق، عاوز اقول لك انت عندكم البحيرة، انا حامشي كل يوم الصباح استحمى واشرب. طيب انت اذا بتعمل كده أن إحنا نستفيد من الحاجة دي شنو؟ إنتوا حتستفيدوا مننا نحنا برضو، حتجوا الغابة حقتنا تاكلوا الموز. خلاص موافقين، بس ما في زول أخونا التاني. واتفقوا الاتنين مع بعض، ويا واحد مشى في طريقه، لكن يا أصحاب الثعلب نزل براحة من الشجرة وجرت تنقش 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 تنقش، لحق القرد وقام قال له: اسمع يا قرد، بالمناسبة أنا اكتشفت حاجة خطيرة جدا جدا، الفيلة ديل كلهم عاوزين يخونوكم ويشيلوا منكم البحيرة. طوالي قام القرد صدق كلام الثعلب وقام قال له: يعني نحن نسوي شنو؟ اوعى تسمحوا له ياخذوا منكم البحيرة، انا عرفت ان الناس ديل متفقوا عليكم وعاوزين يعملوا معكم حرب. وطوال القرد صدق يا اصحاب كلام الثعلب ومشى عليه كده. تاني الثعلب قام مشى تنقش 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 تنقش، حصل للفيل وقام قال للفيل: اسمع يا فيل، بالمناسبة انا اكتشفت حاجة خطيرة جدا جدا، القرود ديل كلهم اتفقوا مع بعض، قالوا عاوزين ياخدوا منكم الغابة بتاعت الموز وما حيدوكم البحيرة. وطوالي قام الفيل قال للثعلب: انت متأكد من الكلام ده؟ كيف ما متأكد؟ دي حاجة مؤكدة جدا جدا، انا اكتشفت الحاجة دي. وعلى كده يا اصحاب الفيل استعدوا للحرب، والقرود استعدوا للحرب، وكان حتحصل مصيبة كبيرة جدا جدا، لكن طوال الأسد سمع الأخبار وقام نادى كبير القرود ونادى كبير الفيلة وخطاهم في قدامه واتكلم معاهم وقال لهم: اسمعوا يا كبير القرود ويا كبير الفيلة، أنا الأسد واكتشفت الموضوع كله، أنا ملك الغابة، ما في حاجة بتفوت علي، أوعى تصدقوا كلام الثعلب وتعملوا حرب تضر روحكن وتضر نفسكن، والعمل الفتنة ده أنا أسي مسكتو سجنتو، وانتو أرجعوا لاتفاقكم وما تخلوا فتان يخش بيناتكم، الكلام ده مفهوم؟ مفهوم يا ملك، مفهوم يا ملك. أهل شفتوا يا أصحاب، الفتنة كان دار تودي للخراب. مجموعة من القيم يمكن أن تكون في طريقة تعليمية في مسرح العرائس، وهذا ما سنتحدث عنه، مسرح العرائس ودوره للأطفال، ويمكن أن يخلقوا من تغيير في جوانب مختلفة التعليمية وغرس القيم وغيرها من الزوايا الأخلاقية وغيرها من الجوانب التي يمكن أن يكون للأسرة
وحضور مسرح الطفل دور كبير فيها. سعداء في هذه المساحة أن يكون معنا حديثا عن هذا الموضوع واحد من رواد مسرح العرائس منذ العام 1964، حاصل على وسام المسرح القومي الذهبي ومجموعة من الجوائز في مسرح العرائس، وأيضا هو موجود في جوانب مختلفة لتقديم عدد من المسرحيات، 33 مسرحية قدمها للأطفال أبرزها وضح الطاب وآخرها حجير في الغابة. سعداء اليوم أن نكون في حضرته، وهذا المسرح المنتشر أصبح في كل الدول العربية. الأستاذ يحيى شريف علي، مرحب بك وصباحك خير. عليك السلام والرحمة، وكل سنة وانتم طيبين. ونحيي قناة الشروق اللي هي رغم انها جات يعني حديثة الميلاد، ولكنها الحوار الغلب شيخه. مرحب بك، والشروق دائما حاضر. أيوة. في كل المساعدة. ومستمعينا او مشاهدينا في البيوت وفي المنازل بنقول لهم يا جماعة سامحونا، احنا جيناكم بدون ما نستاذنكم، وجيناكم الليلة عشان نتكلم عن أهم مرفق من مرافق التربية الوسائلية. فمسرح العرائس وسيلة تربوية ترفيهية هادفة، القصد منها إسراء ثقافة ووجدان الطفل، ونحن نسعى دائما وأبدا في مواقع الأطفال لنقدم لهم كل ما هو جميل وجديد ومبتكر. صحيح، ويعني زي ما شاهدنا في المسرحية الفائتة حديث عن واحدة من القيم إنه نحارب الفتنة وغيرها، وكل القيم دي يمكن أن تسكب في موضوعات مسرح العرائس. بالتأكيد يعني عملك في مجموعة من المسرحيات أخذت التلقي من المشاهدين عموما ومن الأسر عن أهمية مسرح العرائس للطفل، وعلى مدى هذه المسرحيات كانت مؤثرة إذا الجانب التربوي والتعليمي وغيرها. المسرحيات 33 مسرحية، ومنها بيت السماك وأرنبون وحجير في الغابة وجزيرة الأساطير وسويت العفريت أقوله، وبديت الحطاب وغيرها من الحطاب، وبديت بحكي لك مشوار طويل كان مع مسرحيات الأطفال. وبالنسبة للفقرات، الفقرات الصغيرة بتكون 64 مليون و305، يا سلام، فقرة قدمت. قدمت في برنامج التلفزيون السوداني القومي 9 شخصيات، 9 شخصيات، وكل شخصية غايمة بذاتها، عمي هدايا، السعلب ولده، حكاية من حكايات عمكم يحيى الشريف، وعمي بطوطة، نورة والبلورة، مجموعة كبيرة جدا من الشخصيات، حوالي 9 شخصيات، كل شخصية بتغمصها الخاص وبأدائها الخاص وبفكرتها. فعلا زي ما انت قلتي، احنا مهمتنا اسراء وجدان الطفل السوداني بجنوب بالقيم الجماليه. نحن نتكلم عن الحق، نحن نتكلم عن حب الوطن، نحن نتكلم عن السلام، نحن نتكلم عن التعامل، نحن نتكلم عن التعاون، كل الحاجات الجميله اللي يجب ان تكون في مسرح الطفل، لانك انت بتنمي في طفل هو امل القط المرتغب. وزي ما ذكرت هو تاريخ حافل، يعني تحدثت عنه في جوانب مختلفة لوجودكم وتقديم الجرعات دي في مسرح العرائس. والسؤال كان عن ما غيروا هذا الإنتاج وردة الفعل اللي جاتكم من الأسر، ويعني وما شهدته في الأطفال في هذا يعني الجوانب التحول في مواضيع غرس القيم والتربية وغيرها. ردة الفعل، نحن نترك غرس القيم، اللعب اللعب ده اللعب. أيوة. اللعب في حد ذاته تربية. يعني أنا شخصيا في البيت مع أولادي بلقاهم شغالين بعمل قبب قبب، بطوالي بملص هدومي بعمل معاهم قبة، ودي قبتي وقبتي أحسن من قبتك. لو نظرنا للألعاب الشعبية في السودان بنلقى فيها روائع. طبعا أول حاجة أمسكيها الحقلة، سك بالتحية، سكج بكج، شيلين وينو، زنبارة عم عمارة، مدفع رمضان. يعني كان عندنا، أنا عملت معرض ألعاب الأطفال الشعبية في السودان، المجدك تتوصل لي، وبعد التنغيب كده في الأقاليم بتم لعاب ما تنسيها. أيوة. وبنات القشقش في غرب السودان دي، وبتم لعاب دي بالمناسبة مصدر كبير جدا لإيجاد مسرح العرائس. يعني الليلة
مثلا على اي انواع في الدميه مثلا زي الدميه اللي عندي دي هي دي هذه شايف شايف يا استاذه دي اسمها دي بيلبسوها في اليد اسمها عرايس الجوينت جوينت يعني بتلبس في اليد وفي عرايس المارونيت وفي عرايس الكمبيوتر وفي عرايس خيال الظل وفي عرايس اشكال مختلفه اشكال مختلفه صح واحنا السودانيين ده مثلا العرايس حقنا تاريخيا صح اثبتوا لك بشنو؟ بانه زمان المزارع بتلقي فيها الهمبول او خيال المعاتا بيجيبوا عكاسين بيعملوه كده وبيعملوا عمه وبيلبسوا الهمبول ده جلابيه ليه؟ عشان الطين ما يجي ياكل الزراعه صح. دي مع عروس لو مسكناها كده وقدمنا يا اطفال يا حلوين الان اقدم صح ممكن اقدم برنامج كمان ما تنسى بيتم لعاب بيتم لعاب دي مع رئيس المارونيت لو وصلنا له خيوط في يدينا وصلنا لك خيوط في كل عينه ممكن تشتغل لنا اي شغل صح وجوانب مختلفه ووجود مختلف لمسرح العرايس ايوه لكن يعني برضو اهميه المواكبه يعني الان الاطفال زي ما ذكرت ما اصبحوا الالعاب الجماعيه دي موجوده يمكن هو ذات التفريغ اللي بيجي منها الان اصبحوا الاطفال عندهم ضغوط مختلفه ومكبوتين لانه هو ما موجود هذا التفريغ فخلينا برضو نتكلم في الجانب ده اول حاجه المواكبه في مسرح العرايس يعني عشان ما يكون في مساحتهم والله احنا الاطفال ديل انا بقول لك انا اعتبريني طفل لانه اصدقائي كلهم اصدقائي انا في الحي وفي منطقه اصدقائي من الاطفال اكثر من الكبار لما ضربتهم الليله الطفل ما بيلقى اللعب ما بيلقى الحدائق ما بيلقى المتنفسات وين يمشي وين الطفل وين مكان ما وفرنا لهم اي شيء مسرح طفل صدقي جمهوريه السودان بحجمها الكبير ده ما عندها مسرح طفل واحد ايوه ودي حاجه يعني مشكله مهم انه نتكلم في الزاويه دي أيوة. اهميه وجود يعني الان حتى المؤسسات الثقافيه والمؤسسات التعليميه لابد انه تحرص على الجانب ده في انه وجود مسرح العرايس وجود الوسائل التعليميه اللي ممكن تكون هي جاذبه بالنسبه للاطفال فحاليا بقت في مشكلات في الجانب ده خاصه انه الاطفال انكفوا على الايباد والموبايل وغيره فاصبحت عندهم مشكلات حتى في تكوين الشخصيه وهي مضره الحاجات دي مضره للطفل الحاجات دي مضره للطفل الطفل يجب انه يكون عنده حاجاته خاصه وبرنامجه خاص ونوفر له حاجاته اللي بممروساته وببيعته يعني الليله حتى في افلام بعض الافلام الكرتون اللي بتجي فيها اخطاء كبيره جدا جدا تفرجي بالفيلم الفيلم ده ما لا بيحمل غيامنا ولا تراثنا ولا حاجاتنا بالعكس ممكن ياسر وغيامنا. سالب صح يلا نحن ليه؟ نحن كفنانين بتاع عرايس وكانات بنشتغل في مجال الاطفال وينو جبنا اللي طفلنا؟ احنا جبنا اللي عندنا وبامكانياتنا من اصعب الحاجات انك توفر امكانيات لطفل انا اخر مسرحيه عملتها كلفاني مليار و750 الف مليار و750 الف عملتها انا وده شغل الحكومه ايوه لانه ما في مؤسسات انا داعمة. اعمل مسرح طفلي ايه هلا الاطفال دي كل الاطفال دي حقيني انا الدوله زي ما عملت في وزاره التربيه والتعليم في كل حي مدرسه مسرح العرايس ما مدرسه مدرسته وين؟ مهم الجانب ده تشكر على عملك لكن بالتاكيد هو بالتاكيد يعني هو مهمه المؤسسات مهمه الحكومه انها توفر الوسائل التعليميه المختلفه والترفيهيه كمان للاطفال يا اخي انت اذا قدمت عمل بتاع اطفال في مسرح العرايس الطفل ما بينساه يعني انا بقدم عمل بعد ستة اشهر يقول لي يا استاذ انت زمان عملت كده يا اخي في حسن رجال كبار يعني من معانا بديت من ستين حتى ناس كبار بيقول لي يا اخي والله انت زمان غايته يا اخي نشكرك كيف ما عارفين طيب انت ما تقدم لنا عمل اليوم بما انه معاك نموذج والله يا اخي انا ما جاهز لكن شنو عندنا ده الاستاذ شيكو اسمه شيكو شيكو ده يعني شنو يعني ما شاء الله ممتاز وانا باريني طوالي حتى انت عارف انا كنت اخذت في البدله دي عشان لاي تجمع بتاع اطفال. استاذ شيكو ده يا استاذ بيشتغل لاسلكي، لاسلكي يعني ما موصل بسلك ولا حاجه، أيوة. حنعمل معاه لقاء هسه. استاذ شيكو الو الو خليك على اتصال، خليك على اتصال الو الو استاذ شيكو كل سنه وانت طيب وانت طيب يا استاذ شيكو بتاكل شنو؟ بطاطس بطاطس وبتشرب شنو؟ نشا نشا شيكو بتريد امك؟ لا بتريد ابوك؟ لا بتريد منو؟ حبوبتي ماشي يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا شيكو انت هلالابي؟ لا
مدخابي؟ لا. موردابي؟ لا. انت شنو؟ رباطابي. يا شيخ والعسل لسه معاكم، عايزين انك تجاوبني بصراحه وبدون. بتعرف انجليزي؟ اه. ولا اعلمك؟ علمني. قول ايه؟ ايه بي بي سي سي دي دي واي. ليش ليش ها؟ ما عايز تقول واي؟ ما هو لو ما قلت واي ما حد. يا جماعه في البيوت الزول ده لو ما قال واي بيتعلم انجليزي؟ طبعا. بتقول لي ما بيتعلم يا زول؟ بتقول ولا ما بتقول؟ بقول. طيب ايه ايه بي بي سي سي دي دي واي. المرة دي لو ما قلت بزعل منك. ايه ايه بي بي سي سي دي دي واي. قول علي. يا شيخ في ختام البرنامج عايز تقول ايه؟ مع السلامة. صفقة شديدة يا استاذ شيخ. بالتأكيد وجوانب مختلفة لوجود مسرح العرايس. يعني نحن عايزين نقول شنو، انت كنت بتتكلم عن انه انت بتنتج احيانا لوحدك، تحدثنا عن دور المؤسسات الثقافيه ودور الحكومه في انه هي تدعم مسرح العرائس، فخلينا نتكلم عن التحديات اللي تواجه اقامه مسرح عرائس واللي يجب تذليله. يعني اول حاجه الطفل، برامج الاطفال بتاع ثقافه الطفل وعن مسرح العرائس. الطفل ده يا جماعه مع حكومه، فيه التربية والتعليم، فيه الزراعة، فيه الصناعة، فيه الصحة. يعني الليلة لو مسكت كده طفلي ده بتلقي أمراض الطفولة السبعة، الطفل خاشي فيها، مخصص اللي في المستشفيات جهة ده عن برطان، ونحن الضايعين فيها يا أستاذ، لأنه نحن بنشتغل للأطفال. وبيحكي لي واحد قال لي يا أخ مرة نحن مشينا بيت عريس وعمك كبير كده عجوز بيغسل للناس الكبار يدينهم عشان يجوا يتعشوا، فدائما هو ماشي للعشاء لكن بتونس مع الزول اللي بيكون باليوم. فذاك لما شافه كبير كده مشي جاب له مويه ويغسل لي يدينه، بيغسل لي. اسمع ولدنا، انت شغال شنو؟ قال لي انا شغال دكتور. قال لي الدكتور بتاع شنو؟ قال لي الدكتور بتاع اطفال. قال لي ليه يا اخي ما تمشي تقري وتتم بنايتك يا اخي؟ فبتحس انه فدي مشكله. حتى صح، حتى الناس اللي بيشتغلوا بالاطفال ما في اهتمام بهم كبير وكده، ولكن ده ما بمانع انه ما هي اساس الرساله. انت ما انت برساله. انا من سنه 64 دخلت التلفزيون وعمري 12 سنه وطلعت منه عمري 55 سنه. يعني خلال، لكن جبت منه عباقرة، فنانين، مبدعين، أساتذة بيشتغلوا معاي وهم أطفال، وهسه بيمسكوا مناطق كبيرة جدا جدا في الحكومة وفي الدولة من الناحية الفنية. بس أنا أول من أوجدت الفنان محمود عبد العزيز وجابوا لي عمره 8 سنين وعلمت كمان كذلك إيناس محمد أحمد ودي مذيعة في التلفزيون. صح. كذلك رشا عرزاوي اللي هي هسه نائبة مدير تلفزيون قناة الخرطوم. يعني جاي كلهم كانوا عندي أطفال كنت بجيبهم من بيوتهم. صح، ممكن جوانب كده. جوانب تخلينا نتكلم عنها في يعني خلق الروح الإبداعية دي، هي بتحتاج لبناء. كثير من الأطفال بيكون عندهم المواهب دي لكن إحنا ما بنغذيها وهم صغار. كثير من الأسر بتكون بتجهل حتى مواهب الطفل. الآن أنت ذكرت إنه جابوهم ليك ديل في التلفزيون، الآن أصبحوا مميزين إبداعيا لأنه أنت رعيت فيهم. أيوة. الموهبة دي. أيوة. فدي مهم نتكلم عنها في رعاية المواهب. حتى وزارة التربية والتعليم يجب إنها تسمح للفنانين والمبدعين ما تكون الحصة فنون. الحصة فنون تشمل كل الفنون، المسرح أبو الفنون. يجب أن يسمحوا للممثلين والفن. يعني السبب حتى هذيك مرت التلفزيون بتاعت الشروق وانت معايا الاخت المذيعه ومعايا عربيه التلفزه ومعايا المخرج ومعايا ناس في الديسك ومعايا ناس في الكيبلات عشان يقدموني انا. انا الكلام ده جبته من وين؟ الكلام ده كله حسه بقدم فيه وقدمته ولفيت السودان شارع شارع وزنقه زنقه اللي بيقول محمد الغزافي دي ما خليت محله. جبته من وين؟ لاني كنت صغير عاينته وشفته وجوني مبدعين وقدموا لي وشربت منهم الفجة دي ودخلت في كياني وتغلغلت فيه فصرت الأستاذ يحيى شريف اللي هو حسن جنبك يا أستاذ. صح، وبيحتاج التراكمات دي بالتأكيد والمشاهدات المختلفة لخلق المبدعين. واحدة من مساحات الوجود الإبداع لأستاذ يحيى شريف هذه الأغنية، حنستمع لها ونرجع نواصل حديثنا.
أسرع توقيت جوا المستطيل نبني لنا بيت نبنيه طوبة طوبة في أسرع توقيت الموضوع جميل نرسم مستطيل الموضوع جميل نرسم مستطيل مستطيل كبير عريض وطويل ودقي يا موسيقى دقي 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 وخلي الفوز معايا يبقى دايما حقي دقي يا موسيقى دقي 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 خلي الفوز معايا يبقى دايما حقي يلا يلا يا جمهور اقرا ما بين السطور حاول تعرف ايه هاللعبة فكر والفكرة ما صعبة حاول تعرف ايه هاللعبة فكر والفكرة ما صعبة واللي جاوب دايما غالب ما بنقول له كذب الكاذب كذب الكاذب من الألعاب ومن الأغنيات اللي بتحدث عن الموروث ده يعني هو موروث ثقافي بالتأكيد للسودانيين عموما وفي حديثنا عن جانب الأطفال هو الحديث عن اللعب الجماعي ده ما أصبح موجود يعني لأي مدى ممكن إنه هو هذا الشكل من الألعاب يتحدث في تفريغ الطاقات في تكوين الشخصية وجود الطفل ضمن فريق وحديث عن الجماعية اللي أصبحنا بنفتقدها يعني نعم سقب التحية وحرينا وكل الألعاب فيها ألعاب جماعية كثير حتى لأنه ده ذاته ملعبة جماعية أيوة. فهذه الألعاب اللي كانت بيلعبوها زمان فعلا كانت روح الجماعة عشان كده الناس زمان كانوا روح الجماعة أما جيل هسه زي ما أنت قلتي هو جيل يعني بتاع الموبايل وبتاع الحاجات دي حاجات فردية وحتى لو يجي قعدت جنبه بمزح منك كده يقول لك اللعبة دي بتاعتي أنا ده صح وهي بتربي الفردية وبتربي الأنانية يعني ده كلامنا عن إنه تكوين الشخصية كثير من الناس بيجهلوا الشكل ده من الألعاب من الجوانب المختلفة اللي ممكن تكون في حياة الطفل لكن هي بتكون أساس لتكوين الشخصية يعني وهو الطفل يا أستاذة ما ذاته مراحل الطفل ذاته مراحل يعني طفل 4 سنين ما زي طفل 8 وطفل 8 ما زي 16 وطفل 18 ولغاية 18 سنة عندنا طفل كما قال علماء السايكولوجي إنه لغاية 18 سنة طفل لغايه 18 سنه ده معانا نحن في برنامجنا زي ما انت تمشي للدكتور تقول له انا عيانه بيقول لك يا عمري كم؟ عمري كم دي وراها في الدواء اللي الجرعه اللي انت المفروض تاخذيها. كذلك احنا لما نجي نكتب حاجه للاطفال اول حاجه بنراها احنا مقدمينها لمنو؟ هل طفل الروضه زي طفل الثانوي الاوسط؟ طبعا لا يختلف معناها ده عنده موضوع براو وده عنده كلام براو اما من سن 12 واللي فوق ده يديهم الخيال اديهم الحياه فيها خيال والطفل يحب الخيال صح وقبل كلامنا عن الخيال ده وما يمكن ان يخلقه عند الطفل وتكوين الشخصيه زي ما ذكرت الحديث عن اهميه الطبيب النفسي يعني كثير من الاعمال الان اصبحت تقدم في القنوات المختلفه اذا فكرنا في انها لاي مدى ممكن تكون جاذبه للطفل ده لانه في دراسات نفسيه للاطفال حتى في اطار الالوان او غيرها بتسكب من خلال المواد اللي عايزه تقدم ليه عايزين يقدموها للاطفال نحن يعني ما حريصين كثير في انه نحن نستعين بالطبيب النفسي والاختصاص الاجتماعي وغيره في التربيه وحتى في تقديم الابداع للطفل الابداع الجاذب فدي زاويه مهمه انه نتكلم عنها والطفل الدراسه النفسيه يا استاذ الطفل دائما بحب يشوف الحياه الغريبه يعني انا الليله معلش انا رجل عملي الليله معلش يا استاذ كلامك جميل ولهجتك رهيبه وشغل حاجه حلوه جدا ولكن ما اديتني فرصه مع الليله طفل اذا ببرد يقول يا اخ دق علي بقول لنا كلام لا فرصتك كامله نعمل حاجه لكن احنا مهم كمان نقول للناس انه نعمل شنو يعني نعمل حاجه دورنا مرحبا نعمل حاجه ثانيه وينو الجيب ده هو الجيب ذاته راح من الليله ما اعرف القصه بس
ودي جوانب للخيال، جوانب للخيال اللي احنا قلنا بنتكلم عنها. لكن من الخيال اللي هو شنو؟ صح بيجي ودانه طيب وبيقوم بيخلق علاقه بين ابوه وامه، يا ابوي هذول بيعمل بتاعني كيف؟ بيفتح تساؤلات، ده المهم يا ابني. ايوه بيفتح تساؤلات يا ابني، الزول ده عمل كده وعمل كده. لا 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 ما انا شفتها بعيني، ما هو كده يعني انت صح. بي 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 هو احنا عاوزين الحوار اللي بيتم بين الطفل وابوه واسرته والحوار وفتح افق الطفل للتساؤلات دي. ولكن ده كلامي كمان في انه ممكن يعني هي تخلق تساؤلات عن اعمار مختلفه، فالعمر المطلوب ذاته عشان ما نفتح عنده الشكل ده من الخيال، ما كل الأعمار بالتأكيد. فده الكلام اللي كنت بتكلم عنه في إنه أهمية الاستشارات والدراسات النفسية في عملكم، يعني بتعتمدوا الجانب ده الدراسات النفسية للطفل. نحن بالمناسبة ما لم أنت تكون قريت أو اطلعت على ما يقدم للطفل وما يكتب للطفل، والكلام ده قالته لي الأستاذة صفية الأمين اللي هي أول من أقامت برنامج جنة الأطفال في التلفزيون القومي، يعني أتمنى لها السعادة والأيام الطيبة. كذلك المدام إنصاف التي حافظت على برنامج جنة الأطفال لإنصاف محمد أحمد، هذول كلهم أنا بديهم كل تقديري وثناي لأنه هم علمونا وكانوا إحنا صغار بيقول لنا عملوا كده عشان ما تقيفوا، عملوا كده عشان تعملوا كده، وكانوا علمونا ودربونا. وكلامك صح انه نحن مفروض ذاتنا نطلع على اساس انه نشوف شنو الجديد في عالم الطفوله ونقدم كل ما هو جديد ومبتكر. صح، نحن بنتمنى انه دائما مسرح العرايس وغيره من الوسائل التعليميه اللي ممكن تكون هي في الجانب المواكب للطفل و قابلة لتعليمه لقيم مختلفة ولتعليم حتى في الوسائل التعليمية الأكاديمية دائما حاضرة، وأتمنى اهتمام أكثر من المؤسسات ومن الحكومة في هذا الجانب في أنه دائما مسرح الطفل وغيره من الوسائل التعليمية تكون موجودة، وأمنيات بأن يكون مسرح العرائس الموجود للطفل يكون بالصورة المواكبة والجاذبة للطفل والشراكات المختلفة ما بين المبدعين والجوانب الاجتماعية والنفسية في خلق طفل معافى ومجتمع معافى. شكرا لك جزيلا. اكثر ثلاثه مظلومين يا استاذه قبل ما نمشي، اكثر ثلاثه مظلومين، اول حاجه الطفل السوداني، المعلم، المعلمين حقهم رايح، والفنانين. اللي في اعلام من الفنانين ابدعوا وقدموا الجميل وقدموا الرائع، وابنوا زهره شبابهم واسوا وجدان الشعب السوداني عيانين ومرضانين وما لاقين منهم اللي يجيهم يقول لهم يا جماعه نحن معاكم، انتم ما قدمتوا لينا نشكركم عليه وجيناكم ما بيجوا. حتى لو ذكرت لك بالاسماء وما عاد اذكر الاسماء او عندك راكدين بيقول بعد ما كانوا نحن بنقول بالفرح من ادائهم ومن جمال نغمهم ومن جمال موسيقاهم ولكننا نسيناهم. وارجو انه يكون ديدننا كلنا كحكومه وكشعب انا وكمؤسسات وبنوك انه نتجه لهؤلاء الفنانين الذين هم الان في حاله مرض وعجز وتعبانين وفي منازلهم ولم يجدوا من يقول لهم يا جماعه كفار. صح، وده ابسط حق انه هم يعني يلقوا حق العلاج وانه هم يجدوا اللي بيهتموا بهم في هذا الجانب وعلى اطار ما قدموا من خلال سنوات عمرهم. نحن بالتاكيد بنقول كل امنيات الصحه والعافيه، واتمنى انه دائما يجدوا داعمين كل عندهم مشكلات. شكرا لك جزيلا استاذ يحيى شريف لحضورك اليوم على شواطئ صباح الشروق.